بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفتة، انطلقت هذه الثورة المباركة ليس من باب الفراغ أو من باب التقليد، بل الحاجة الضرورية لإبعاد الظلم عن هذا الشعب وهذا الوطن، ومن أجل بسط العدل وحكم الشعب نفسه بنفسه، بداية بالاستفتاء نحو تقرير المصير. الكل مستهدف من قبل النظام، وخصوصا من فضح ظلم هذا النظام. أهالي الشهداء هم من لهم الدور الأكبر للمطالبة بما طالب به أبنائهم الشهداء، وأيضا هناك دور كبير يجب على كل من مسهم ظلم هذا النظام مباشرة أو دون ذلك. جرح الثورة هم عبارة عن دليل حي ومتحرك يبين بشاعة انتهاكات النظام ضد المطالبين بحقوقهم المشروعة. لذلك عمد النظام على استهداف الجرحى وسجنهم لما يمثلونه من دور كبير في كشف جرائم النظام، حتى أصبح معظم المصابين الجرحى يرزحون داخل السجون الخليفية. أتذكر عندما اعتقلت من المستشفى وأنا بملابس العمليات، كان العنبر الذي سجنت فيه يمثل نسبة 80% تقريبا من المصابين والجرحى، وأغلبهم كانت إصابتهم خطيرة. وإلى الآن لا زال استهداف المصابين والجرحى وتغييبهم في السجون مستمر، خوفا من كشفهم في الإعلام الداخلي والخارجي. ليكن للجرحى دور أكبر في فضح هذا النظام وإصرار أكبر على تحقيق المطالب. جرحنا، ولكن جرحنا الأكبر نزيف هذا الوطن من قبل نظام ظالم ومتعجرف، ولكنه بظلمه يفتح لنا آفاقا واسعة بضرورة المواصلة في سبيل نيل الكرامة وتحقيق النصر الإلهي الذي وعد به عباده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.